أما إذا كانت الصور هي خلق الله، يعني تصور نفسك، تصور أهلك، تصور جماعتك، فهذا هو خلق الله. هذا اختلف فيه أهل العلم هل تحرم أو لا تحرم، مع اتفاقهم أنه لا يجوز تعليقها ولا رفعها ولا تمييزها ولا يجوز تجسيمها بمجسمات، يعني تماثيل أو ما شابه ذلك من الأمور. بعض الصور الآن إذا كان يدخل على الصورة ويزيد فيها وينقص، يصغر الخشم، يكبر الخشم، يكبر العين، يصغر العين، يحط له شامة، الشفايف، الأسنان، يعني يعبث بالخلق، يعبث بالصورة، فهذا نعم هذا تشبه بخلق الله، وهذا يدخل في الذي ذكرت الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، قال هؤلاء المصورون يؤتى بهم يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، أي من هذه الصور التي يتشبهون بها بخلق الله.